إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. تفضلي. ألو. وعليكم نعم لا وعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بس بغيت أسألك سؤال بس ما أدري هل يجوز لي أو لا يعني. تفضلي. بس أبغى أتأكد أن هل يجوز لي أني أنا أدعو الله أن يجمعني مع زوجي في الجنة بس بدون حور عين؟ لا تقول أبغى بدون حور عين تكون وياه لحالهم يعني أنت بتبتلينا في الدنيا وبتبتلينه في الآخرة بعد وراه لا أنا عموما أسأل الله أن يجمعكم في الجنة وأنت إذا دخلت الجنة ستحصلين بإذن الله ما يسرك. موجود حور عين ولا ما في حور عين؟ إن شاء الله تعالى سيكون شأنك أعلى من الحور العين، فإن المرأة المؤمنة في الجنة شأنها ومتعتها وسعادتها وجمالها وحسنها أيضا أعلى وأجل وأفضل وأكمل من الحور العين، فاطمئني من هالناحية وعسى الله يجمعك أنت وإياه. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء.